مشروع يكلف 5 مليارات دولار يمهد لأكبر مشروع طاقة كهرومائية في إفريقيا في إحدى أفقر دول العالم. لكن خلي بالك إن في مصر شعب بيعيش فقط على المية. المية اللي بتيجي من هذا النهر. النهر ده والمية دي بتيجي بأمر من الله. من أين لهم هذا؟ هؤلاء دفعوا لتمويل سد النهضة. مصر وإثيوبيا في مسار تصادم على طريق السد. هنا إثيوبيا حيث تتجمع 85% من مياه النهر، وهنا مصر حيث يعتمد الإنسان على النيل في 90% من احتياجات المياه. في عام 2011 قال رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميل الزيناوي إن السد سيتم بناؤه دون التوسل للحصول على أموال المانحين، ولم يصدقه أحد. في 2020 أصبح السد نموذجاً لنهج مبتكر في تمويل المشروعات الكبيرة، وأصبح هناك مصطلح اسمه وصفة إثيوبيا. فما هي الوصفة الإثيوبية لتمويل سد النهضة؟ لجأت إثيوبيا لتحصيل الحد الأقصى الممكن من الضرائب عبر طريقتين: تشجيع المواطنين على الدفع للمصلحة العامة، وتخصيص نظام إلكتروني يجعل التهرب أمراً صعباً. في إثيوبيا يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 475 دولاراً فقط، لكن العديد من المواطنين الفقراء دعموا المشروع الوطني الكبير طمعاً في مستقبل أفضل، والحكومة حثت موظفيها على التبرع، وكانت النتيجة أن الإثيوبيين في الخارج والداخل أسهموا بأول 450 مليون دولار من أموال البناء. طرح السندات طريقة شائعة لتوفير السيولة النقدية في خزائن الدول، وصار بإمكان المواطن والأجنبي أن يشتري سندات إثيوبيا والاستثمار فيها. من باب الذكاء السياسي تجنبت إثيوبيا اتفاقيات التمويل المباشر، وذهبت للأصدقاء تطلب مساعدات وتسهيلات وربما قروضاً، وهكذا جاء الأصدقاء من باب المساعدة وليس من باب التمويل المباشر الذي يغضب مصر. في المقدمة كانت الصين. بكين قدمت تمويلاً كبيراً لخطوط الكهرباء والبنى التحتية ذات الصلة. في عام 2013 مثلاً أقرضت إثيوبيا 1.2 مليار دولار لبناء خطوط الكهرباء وربط السد بشبكة المدن الرئيسية. وفي 2019 أعلنت عن استثمار آخر بقيمة 1.8 مليار دولار لتوسيع شبكات الكهرباء في البلاد. ثم جاءت السعودية. إثيوبيا تتنفس بأموال الخليج، والسعودية تشرب القهوة بجوار سد النهضة. تحت هذا العنوان نشرت الأهرام المصرية عام 2017 تقريراً نادراً في عتاب مصري مبطن لصانع القرار في الرياض. والسعودية تحتل المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب في إثيوبيا بحجم استثمارات يصل إلى 5.2 مليار دولار. ثم قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضاً ميسرة لإثيوبيا في مشروعات لها صلة غير مباشرة بسد النهضة تحت مسمى استنهاض التنمية في ريف إثيوبيا. والملياردير السعودي من أصل أثيوبي محمد العمودي كان أول المتبرعين للسد بنحو 88 مليون دولار، ومصانعه أكبر مورد للإسمنت المستخدم في البناء. والإمارات أيضاً تسهم من بعيد. في صيف 2018 بأحد قصور أديس أبابا التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وخرج المتحدث باسم الحكومة ليخبر الصحفيين بأن الإمارات تعهدت بتقديم 3 مليارات دولار على شكل مساعدات واستثمارات، وأنها ستودع 1 مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي لعلاج أزمة العملة الأجنبية. وكان في هذا إنقاذ جديد لخطة تمويل السد الإثيوبية. عندما يعمل السد بكامل طاقته
تأمل أثيوبيا بجني نصف مليار دولار سنوياً من تصدير الكهرباء، بينما يكسب أصدقاء أديس أبابا الذين قدموا التسهيلات مزيداً من النفوذ المالي والحضور السياسي في أثيوبيا الغريم الأكبر لمصر في معركة الحياة.